اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، هو من الناس اللي شاطره جدا في الشغلانه، شغلانه الصحافه، شغلانه البحث عن الخبر، بيعرف يجيب الخبر بشكل صحيح في مصداقيه كبيره جدا. انا دايما بتشرف بوجوده معايا في هذا البرنامج او اي برنامج اخر، واحد من الاصدقاء الاعزاء في مهنه الصحافه، الناقد الرياضي محمد علائي، الصحفي في اليوم السابع. علائي صباح الفل. صباح الخير يا كريم. انا اللي بتشرف طبعا بوجودي معاك، وان شاء الله باذن الله نبقى خفاف كده ونعمل حلقه كويسه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. سؤالي الاول او بلاش سؤالي الاول، النهارده عشان برضه الراجل ياخد حقه الكامل، عشان يستحق ان ياخذ حقه الكامل، كابتن عزم مجاهد، انا قلت في المقدمه انه ما فيش حد اشتغل في الاعلام او في الصحافه الرياضيه في مصر وما عداش على الكابتن عزم مجاهد، من الناس المحبوبه من كل الناس اللي بتشتغل في الكوره في مصر. رحمه الله عليه، النهارده توفاه الله متاثرا بفيروس كورونا، ولك الكلمه الان في التعزيه. وطبعا يا كريم، يعني انا بس عايز اقول حاجه بس عن كابتن عزمي، والله بجد يمكن دي حاجه كل الناس اللي حواليه تعرفها، يعني ان هو كان راجل، يعني دايما انا مثلا ايه، ممكن انت تكون بتجامل صحابك او انا مثلا يكون عندي اصحاب، فبيبقى هو دايما اليوم الاولويه عندي. بس صحيح الراجل ده يعني بجد والله، لو حد لسه داخل اتحاد الكوره بيتدرب، حد لسه داخل مجال الصحافه بيتدرب، لسه حد يعني بيتحسس طريقه زي ما بنقول في اي حاجه، عمره ما اتاخر عن حد بجد. صحيح. والله، ودي حاجه يعني انا شفتها بعينيا، اتعاملت معايا واتعاملت مع اصدقاء ليا كتير. يعني انا معظم طبعا اللي عندي مثلا اصدقاء على السوشيال ميديا كلهم مثلا يعرفوه كده، مفيش كلمه غير الكلام اللي انا بقوله لك ده، اللي هو كل واحد عنده قصه، كل واحد عنده قصه فعلا، ان هو قد ايه وقف معاه وقد ايه ساعده. ما بيبصش بقى انت اسمك ايه، ان انت راجل مثلا مهم ولا راجل مش مهم، يخاف مثلا تكتب عليه ايه، شغال في موقع كبير ولا موقع صغير. الحاجات الحسابات الضيقه دي اللي زي ما بنقول، اللي هو ان انت بتكبر اي حاجه غير العلاقات الشخصيه. الراجل ده ما كانش بيعمل اي حاجه غير ان هو يعني عايز يعمل لنفسه زي بيقول حسنات، زي بيقول اللي هو عايز يساعد ناس، عايز يخلي ناس تبقى افضل. يعني بجد والله انا يعني في صدمه والله بجد، ربنا يعلم، يعني ربنا يا رب يرحمه ويغفر له بجد. يعني اتمنى ان الناس كلها تدعي له، وهو على قد ما هو قد ايه كان بيخدم الناس وقد ايه كان بيقف قدام ناس كتير، يعني بيقف جنب ناس كتير يعني. وكابتن برضو امير ابنه يعني برضو حاجه شبهه كده برضو، يعني ما تخرش عنه، يعني نتمنى الناس كلها تدعي له، وربنا يا رب يرحمه ويغفر له. يا رب يا رب، ربنا يرحم الكابتن عزمي مجاهد ويصبر اهله ان شاء الله يا رب، ويبقى في الجنه باذن الله. ليه النادي الاهلي دلوقتي لما بنيجي نتكلم على اي خبر في النادي الاهلي، اول حاجه الناس بتاخدها علينا في السوشيال ميديا، سواء حضرتك كصحفي احنا هنا في البرنامج، اول حاجه الناس بتاخدها انتوا في مؤامره على الاهلي، انتوا بتحاولوا توقعوا النادي الاهلي، انتوا بتحاولوا تعملوا ازمه للنادي الاهلي. هل في فعلا اي ازمات جوه النادي الاهلي؟ هل في اي مشاكل؟ ولا احيانا الاعلام وانا منهم وحضرتك منهم ممكن نبالغ شويه في هذا الامر؟ لا، انا بشوف ان دوت نجاح. يعني الموضوع معكوس نهائي. يعني النهارده لما يبقى النهارده، اقول لك على حاجه، انت ممكن تقول في مشكله مثلا في نادي وليكن بيراميدز مثلا، مع ان بيراميدز نادي دلوقتي هنيجي نقول ان هو فيه نجوم الدنيا كلها، صح ولا غلط؟ يعني بيراميدز دلوقتي لو جينا بصينا على عدد النجوم الموجودين فيه مقارنه بالاهلي والزمالك، هتلاقي لعيبه كتير جدا في منتخب مصر ولعيبه كتير مهمه. صحيح. لو جيت انا قلت لك ان في مشكله كبيره مثلا ولتاخد قصه انتقال رمضان صبحي لبيراميدز، فبالتالي في ازمه كبيره جدا جوه بيراميدز دلوقتي، دي كتبنا عنها على فكره. صح. يعني دي احنا كتبنا في ازمه كبيره جدا جوه بيراميدز دلوقتي بخصوص الرواتب، يعني كابتن علي جابر، كباتن كتير جوه الفرقه عاملين مشكله كبيره جدا في بيراميدز، كتبنا عنها. الموضوع ولا اي حاجه، يعني موضوع كتب وموضوع مهم مع نجوم كبار، بنتكلم عن رمضان صبحي، بنتكلم عن علي جابر، بنتكلم عن عبد الله سعيد مثلا، شوف الاسماء عامله ازاي. مع ذلك ما فيش اي صفقه، بس اكتب مثلا ان في مشكله مثلا بين لعيب ولعيب الاهلي، وده امر وارد جدا. يعني انا النهارده انا شغال معاك مثلا في برنامج، طبيعي نختلف. صحيح. ده امر طبيعي جدا. صحيح. وطبيعي ممكن يحتد الحوار، ده امر. صحيح. طبيعي جدا. صحيح. فكره ان يتعرف الموضوع عادي، خبر زي باقي الاخبار، مش فكره ان انا عندي مؤامره او ده زي خبر كهربا. الموضوع ايه يا كريم؟ اللي انا اقصده ايه؟ ان كل الانديه بيكتب عليه، ان جمهور الاهلي ممكن يبقى شايف مثلا ايه، ان اللي بيكتب عليه بس الاهلي، لا هو بيكتب على كل الانديه. طب خبر في الجنيز يعني برضو الزمالك طبعا ليه جماهيريه كبيره جدا. لا، ونفس القصه طبعا. لا نفس القصه طبعا، ونفس الامر في عند الزمالك. الزمالك برضو بجماهير الزمالك، اول جمله هتقولها على الزمالك او اي جمله هتقولها على مشكله في الزمالك، مظبوط، هي مؤامره ومشكله كبيره على نادي الزمالك. الله ينور عليك. لا، انت ممكن كمان دلوقتي تكتب الخبر تلاقي الاهلاويه مش عاجبهم والزمالك مش عاجبهم. يعني انت بتكتب مثلا بوست او تكتب خبر، بتلاقي ان يعني مجموعه اهلاويه بتهاجمك ومجموعه زمالكاويه بتهاجمك، ومجموعه اهلاويه بتشيب بيك ومجموعه زمالكاويه بتشيب بيك. صحيح. برضه عشان برضه ما نعممش في العموم ونقول ان الناس كلها كده. لا طبعا. فايه الفكره كلها؟ ان انت الاهلي والزمالك دول جماهيريه مختلفه جدا، جماهيريه مختلفه تماما. فالنهارده اي حاجه جوه النادي ده
بتسمع ده طبيعي مش بسبب ان انا مثلا زودتها او قللتها، لا هو نادي كبير، نادي ليه جماهيريه، نادي الناس بتحبه، فطبيعي جدا كل حاجه فيه هتبقى محطه انظار، طبيعي ان كل حاجه فيه هتلاقي الناس كلها مهتمه بيها، ده امر طبيعي جدا. صحيح. انا بشوف ان دوت برضو افتعال من اشخاص معينه، في اشخاص معينه بيبقى بيزايدوا على حب الاهلي او بيزايدوا على حب الزمالك، ان هم بس اللي بيحبوا الاهلي او هم بس اللي بيحبوا الزمالك، مش اسمع كده النهارده، لو الموضوع كده طب لا، في جماهير كتير جدا، وانا بقى بشوف بقى بعيني، في جماهير كتير جدا معلش بيحبوا الاهلي والزمالك اكتر من المسؤولين اللي هو بيبقوا واقفين على الصفقه، ولو صفقه ضاعت بيعملوا مشكله، والاهلي لو غلب ماتش يقعدوا يعيطوا باليومين ثلاثه، ده بيحصل يعني بين اللعيبه حتى والمسؤولين؟ لا ما بيحصلش. طبعا، لان هم ناس، وده برده مش ده الصح برده، هو مش الصح ان انت تفضل توقف حياتك كلها على ماتش او توقف حياتك كلها على صفقه، بس ده موجود، مش طبيعي، ده موجود عند ناس. اذا لو احنا بنتكلم على الحب والكره، لا للحب في ناس كتير جدا، جماهير بتحب النادي اكتر، صحفيين بيحبوا النادي اكتر من الانديه، يعني الاهلي والزمالك اكتر من ناس كتير. بس الناس بقى اللي بتزايد، وهي دي الناس اللي هي ايه، الناس اللي هم المسؤولين المفروض او اعلاميين، تمام، يجي يقول لك ايه، لا اصل ده الاهلي بيتعرض لحمله، الزمالك بيتعرض لحمله، حمله ايه اللي يتعرض ليه؟ وهيتعرض من مين اذا كان الشعب ده كله يا اهلي يا زمالك؟ برافو. يعني هيتعرض من مين؟ مين اللي هيتعرض له؟ يعني جمهور مين مثلا؟ جمهور مين؟ انا بس ده اللي انا حاجه ما بفهمهاش. هيقول لك من جمهور النادي المنافس، طب ما طبيعي، وانا النهارده كجمهور نادي الزمالك اي حاجه في الاهلي مش على هواي هقعد اخليها اكبرها وضخمها، والعكس ده طبيعي جدا. برافو. بس انا بتكلم ان احنا نيجي نقول ايه، علينا مؤامره من مين؟ هو ده السؤال. هقول لك، هديك شويه اسئله كده من اللي بتسالها حتى على السوشيال ميديا. يقول لك طب يعني هو انت يا ما شفتش ان بيراميدز ما بيفكرش غير في لعيبه الاهلي، وبيفكر في مدرب الاهلي، وما بيفكرش في لعيبه الزمالك ومدرب الزمالك؟ طب انت ما اتكلمتش عن هذا الامر. طب انا شايف ان دي برضه ميزه للاهلي، ان انا دايما لعيبتي انا المطلوبه، يعني لعيبتي انا الجامده، يعني انا طبعا بتكلم دلوقتي بحكم ان ايه، لو هنتكلم بمنظور جمهور الاهلي في الجزئيه دي، انا النهارده كجمهور الاهلي شايف ده فريقي اللي هو المفروض افضل فريق في مصر، وده امر واقع دلوقتي. النهارده الاهلي فريق بكام نقطه في الدوري؟ بطل الدوري. الاهلي بطل الدوري خلاص. صح. بطل الدوري يعتبر رسميا. صحيح. فريق بقد ايه كمان، يعني مش بطل الدوري بس، ده بطل الدوري باكتساح. صحيح. انا النهارده كنادي لسه بفتح، او نادي ليا تطلعات كبيره جدا في الموسم الجاي، يوم لما افكر في لعيبه افكر في مين في الاول؟ في الاول عشان افضل حاجتين. عشان حاجتين، الله ينور عليه، انا عارف هتكلم فيه. هيقول لك هضعف اللي هو الاول دوت اللي انا ما اقدرش عليه، هضعفه، وفي نفس الوقت انا هيبقى عندي لعيبه جامده. صحيح. بامر منطقي جدا. صحيح. طب هل هو ما بيفكرش في حد في الزمالك؟ لا بيفكروا، بس اكيد دلوقتي بالمقارنه، لو احنا خلاص مستقرين ان الاهلي افضل فريق في مصر دلوقتي، طبيعي جدا نسبه وتناسب هيبقى تفكيرهم الاول في لعيبه الاهلي، لان هم اللعيبه الافضل في مصر. صح ولا غلط؟ اما نيجي النهارده، معلش اما نيجي نتكلم النهارده بشكل فير جدا، هنيجي نقول عايزين جون، عايزين حارس مرمى، هنجيب مين؟ الشناوي طبعا، احمد الشناوي. عايزين مثلا باك ليفت، هنجيب مين؟ علي معلول. لما نكون مثلا عايزين خط وسط هنجيب مين غير حمدي فتحي وواليد يانج؟ مع احترام طبعا طارق حامد، طبعا لعيب كبير، بس طارق حامد برده يعني لعيب مثلا مش محترف، لعيب بقاله كتير في الزمالك، ممكن يبقى ايه ليه، خصوصا كمان ان التفكير بيبقى دايما في اللعيب السهل. انا النهارده لو رحت الاهلي والزمالك وطلبت منهم شراء لعيب، هل الاهلي والزمالك هيوافق؟ لا طبعا. اذا انا لازم اتجه لمين؟ للعيبه اللي عقده هتنتهي، اللعيب اللي عنده مشكله في عقده. انا ببص على حاجات معينه. طيب لا، بيراميدز لو راح جاب مين؟ جاب اثنين لعيبه عقدهم تنتهي في الاهلي، احمد فتحي، صح ولا غلط؟ طبعا. وشيف اكرام عقدهم تنتهي في الاهلي. صحيح. خلاص، هم من حقهم يقعوا على النادي. ورمضان صبحي لعيب اعارته تنتهي للاهلي. تمام، وبالتالي من حق اي نادي ان هو يخش. تمام. صحيح. طب هل هو لو رمضان صبحي دلوقتي مرتبط بعقد ممتد مع الاهلي، هل كان الاهلي هيبيعه لبيراميدز؟ لا طبعا. هل كان رمضان من الاساس هيروح يقعد مع بيراميدز ويتفاوض؟ مستحيل. زي ما حصل مع بعض اللعيبه وتم التفاوض معاهم وقالوا لهم مثلا تقعدوا، قال لهم يا جماعه انا عقدنا ممتده. عقدنا ممتده، هنعمل ايه؟ في لعيبه فعلا بيراميدز قعد معاهم من طبعا الأهل. مش قعد معاهم، اتصالات ووكلاء واتصالات وتعالى. طبعا في لعيبه منهم حمدي فتحي وقالوا ديانج. طبعا حمدي فتحي وقالوا ديانج. طبعا. واليو ديانج كان في يعني لعب على وتر حاجه معينه وبتاع، بس ما نفعتش فكره اللي هو الرواتب بعد موضوع الكورونا. الاهلي قرر ان هي هتبقى 50%، يعني انت النهارده مثلا بتاخد 10 جنيه في الشهر، هتبقى 5 جنيه ويتوزع شهور على عدد شهور اكبر، فده ممكن يبقى يعمل مشكله في الايه، في الموضوع اللي لو لعيب محترف يقدر يشتكي او حاجه. تمام. فاللعيب رفض، يعني اللعيب رفض ان هو يمشي بالشكل ده او ان هو يمشي بالطريقه دي. قال لهم انا لعيب محترف، بس يعني ليه نادي مرتبط بيه، ممكن ايه تتفاوضوا معاه او كده. غير كده اللعيبه كلها عقودها ممتده في الاهلي، وبرده معظم اللعيبه في الزمالك عقودها ممتده. انت عارف، انت بتقول حاجه مهمه جدا. انت عارف، انا قلت الخبر بتاع حمدي فتحي وقالوا ديانج ده هنا في البرنامج، والقيامه قامت على من جماهير النادي الاهلي، بس انا حرفيا انا قلته زي ما انت قلت كده. انا ما قلتش ان الاثنين رايحين نادي بيراميدز، ما قلتش الاثنين وقعوا نادي بيراميدز، بس طبعا الكلام اتاخد انه كريم قال ان هم وقعوا نادي بيراميدز وبيراميدز خدهم واشتراهم وبتاع، زي ما انت قلت، ادام عقودهم ممتده مع النادي الاهلي، كود يا الامر اقعد اتكلم، بس في النهايه اتكلم او انت او بقى تفاوض او اسمع او يعني شوف. عايزه انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي لعيب ممتد عندي. صحيح. خلاص هتعمل ايه، هو لعيب عقده ممتد. صحيح. بس انا النهارده لما يكون لعيب حر،
تمام. زي في لعيبه مثلا في الزمالك السنه الجايه عقدها تخلص، انا متاكد ان فيها هيتم اتحاد معهم من بعض الانديه. صحيح. طيب وعلى فكره ومن حال الاهلي كمان ان هو يتكلم مع لعيبه من الزمالك او العكس، ده امر طبيعي في زمن الاحتراف. يعني برضو يعني احنا برضو كجماهير لازم تبقى عارفه ان دلوقتي موضوع رمضان صبحي ده خير مثال بقى. خلاص بقى اللعيبه دي لعيبه محترفه، هو كان في حد بقى ابن النادي وحد انا اللي هو ما فيش حد زي اهلاوي وبتاع كان بيعمل زي رمضان صبحي، اعتقد ما فيش. تمام. وانا برضو هنا مش بلوم عشان بس برضو ايه انا هنا في النقطه دي مش بلوم، انا بتكلم في ايه ان ده لعيب كان بينادي بايه او بيتكلم في ايه وراح فين. صح. تمام. اذا احنا المفروض الجمهور يبتدي بقى يبص الموضوع رمضان ده بصه مختلفه. انا شايف ان الكوره في مصر المفروض قبل صفقه رمضان دي حاجه وبعد صفقه رمضان دي حاجه، مش على مستوى الفلوس. مش قصه بقى ان راتبه خيالي وقصه ان هو هياخد عقد كبير، لا قصه ان رمضان صبحي اللي هو الايقونه الاهلي، اللعيب اللي طالع من الشباب، اللعيب اللي كان الاهلي بيعتبره مستقبله، اللعيب اللي هو الاهلي خلاه يحترف والاهلي اللي رجعه والاهلي اللي رجعه المستوى، تمام، راح نادي تاني عشان الفلوس. احنا مش هنقول بقى اي حاجه طبعا الاحترافيه مش لا، هو مفيش احترافيه بعد الاهلي. طيب نتكلم على الاحتراف، معلش يعني اصل دي برده دي نقطه كانت من النقط اللي اتاخدت على رمضان في المؤتمر. رمضان على فكره صديق وبحترمه جدا ولعيب مهم جدا يعني طبعًا. وانا طبعا مقتنع بيه تمام الاقتناع، بس انا بتكلم هنيجي نقول ان فلان راح نادي بيراميدز او اي نادي تاني عشان الاحترافيه، انت في نادي الاهلي يعني اللي هو اللي علم الانديه كلها الاحترافيه، فمش هنيجي ايه معلش النقطه دي برده كانت نقطه مهمه هي محسومه. هو الموضوع كله موضوع ماديات بحت وحقه. تمام. انا النهارده لما اكون مثلا اخد 10 جنيه وهروح اخد 100000 جنيه يعني عارف حتى طبعا ما فيش حاجه اسمها ان هو راح بنفس الرقم، ده كلام مش مظبوط نهائي فعلا. لا ما هو هو في كلام بيتقال ان هو بياخد نفس الرقم. أيوه. اللي الاهلي عرضه عليه بالزبط. لا طبعا ازاي آه. يعني مش الكلام ده نهائي. رمضان صبحي راتبه الراتب الخيالي اللي اتقال عليه هو ده صح، انا مش عايز اتكلم في فلوس بس هو ده صح فعلا، هي الارقام ديت وبونص كبير جدا. طيب الراتب الخيالي ده اللي مكتوب في العقد ما كانش قريب من الرقم اللي عرضه عليه الاهلي؟ لا خالص. لا لا مش قريب نهائي. لا لا مش قريب نهائي عشان برده ما نظلمش رمضان. لا 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 مش قريب نهائي. والاهلي عايز اقول لك على حاجه، انا بس برده في حاجه مهمه جدا لازم اوضحها للانديه للجماهير، هو الاهلي ما يقدرش يدفع لرمضان او يدفع لغيره؟ لا يقدر. بس انت النهارده بتعمل لنفسك مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا. طب المشكله دي حصلت في بيراميدز. ما انا النهارده في لعيب خلاص محمي عبد الله السعيد، عبد الله السعيد عامل بند في عقده، اي لعيب يجي اي لعيب يجي بياخد اعلى مني هتساوي. دي خلاص فعبد الله السعيد محل. بعد كده عندك مشكله مع علي جبر، عندك مشكله مع عمر جابر، عندك مشكله مع لعيبه كتير، عندك مشكله مع احمد فتحي. احمد فتحي كان جاي مرقب رقم فابتدي لازم تظبط له برضه عقده. احمد فتحي بسبب القصه دي ممكن يكمل في الاهلي ولا الكلام ده مقفول؟ احمد فتحي برضه الموضوع مادي بحت. مادي وفي تفصيله صغيره في العقد. مادي طبعا عشان فرق مثلا العقد احنا بس مش فرق مش كبير زي رمضان. صح. احنا بنتكلم مثلا الاهلي كان عارض 11 او 12 تمام، وبيراميدز عارض حوالي 17 مليون تمام، احنا بنتكلم في حوالي 5 مليون في الموسم. بس في حاجه ثانيه الناس مش واخده بالها منها، الاهلي عايز يمضي سنتين، بيراميدز وقع معاه 3 سنين. فبنتكلم في قيمه عقد كامل، قيمه سنه كامله الاهلي مش مدي الامتياز ده طبعا. فدي نقطه مهمه. غير كده كمان انت هتروح بقى بيراميدز مفيش ولا نسبه مشاركه، مفيش. هو كده كده احمد فتحي من اللعيبه اللي هم ما كانش ليهم نسبه مشاركه في الاهلي على فكره. اللعيبه الكبار في الاهلي ما لهمش نسبه مشاركه، يعني دي حاجه دي من معلومه مهمه. طبعا اللعيبه يعني الكبار ما لهمش نسبه مشاركه. شريف اكرامي كان بياخد فلوس بدون نسبه مشاركه كامله. اللعيبه اللي هم الكبار ما لهمش نسبه مشاركه في الاهلي، اللعيبه طبعا محدده يعني. ده صح. صح. لو انت بتكرم ناس يعني، انا النهارده واحد زي حسام عاشور مثلا لو انا مثلا سايبه يفضل سنه وما بلعبوش تمام، مش اكيد مش هاجي اسويه بلعيب مثلا صغير اقول ده بيشارك وانت ما بتشاركش، طبيعي. بس طبعا مش في العموم يعني، ما ينفعش ده يتم مثلا ايه اكون لعيب مثلا يعني، ما ينفعش يحصل ده مع رمضان صبحي. طيب يعني ده بيحصل مع رمضان صبحي في بيراميدز. معلش انا برضه هكمل معاك في النقطه دي عشان مهمه بالنسبه لي جدا. هو التكريم ليه بنتعامل معاه باثر رجعي؟ يعني انا دلوقتي عندي لعيب كبير في السن لو قدم مستوى رائع جدا وحافظ على نفسه وكانت امكانياته كبيره، طب ما يلعب وياخد عقده كامل وتبقى نسبه المشاركه. بالمناسبه ده بنفس القياس ده بالنسبه لي مع وليد سليمان. يعني وليد سليمان ده من اعظم اللعيبه اللي في الكره المصريه حاليا من وجهه نظري، من ارجل اللعيبه وفنان رائع وطول الوقت جاهز وكل شيء، بس هو ليه برضه ياخد رقم ضخم جدا وهو سنه كبير؟ انا بحط الكلام ده بالنسبه لي زي كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو الراتب بتاعه من سنتين غير الراتب. لا لا من اقول لك على حاجه صح صح مش بس اللعيبه دي لما ابتدت او اللعيبه دي ما وصلتش للمرحله دي الا في سن متاخره. يعني حسام عاشور لحد فتره قريبه جدا كان بياخد عقد قليل جدا. حسام عاشور القيمه اللي هو اللي بقاله 20 سنه بيلعب في الاهلي ده فكان بياخد قيمه قليله جدا. عمرو السوليه مثلا عنده 5 سنه دلوقتي هيبتدي ها الاهلي بيفكر ان هو يرفعه للفئه الاولى او اليومين الجايين. اللي انا اقصده ان اللعيبه دي مش من اول ما طلعت مثلا زي كريستيانو او زي ميسي وهما بياخدوا ارقام كبيره، لا هما وصلوا المرحله دي بعد مثلا ايه بعد 3 ارباع المده زي ما بيقول. صحيح. فانت بعد كده انت بقى بتبص للايه للفتره كلها. يعني انا النهارده واحد زي حسام عاشور ده ببص بقى هو عمل ايه طول حياته مع الاهلي، فبتدي في اخر سنه او في اخر سنتين ابتدي ايه
اعدله بعيدا طبعا عن المشكله اللي حصلت في الاخر. بس انا بتكلم ان انت بتبص للموضوع ان في لعيبه معينه ما ينفعش تحطه بقى في قصه ايه نسب المشاركه. انا بكلمك طبعا على الفكره الانديه ده بقى صح او غلط, ده مش موضوعنا. ودي برده النقطه اللي احنا يعني برده اللي حابب برده اتكلم فيها معاك يا كريم, قصه ان احنا مش اصحاب راي. اه طبعا اصحاب راي, ان انا ممكن وانا بتكلم معاك تقول لي رايك ايه اقول لك رايي صح, بس وانا بقول خبر انا مش صاحب راي صح. يعني انا وانا بنقل الخبر لما انا النهارده اجي اقول مثلا خناقه مثلا كهربا وشنيو ده حدث حصل, انا مش مطالب ان انا مقولوش ده شغلي انا بس. لو ما قلتوش دي خانه امان, يعني انا بقول كده ان دي خانه امان. ممكن على فكره برضو في وقت من الاوقات يعني تختار التوقيت المناسب, ممكن مثلا ما تقولش الموضوع في وقته بالظبط, لان ممكن وقته مثلا الاهلي يكون عنده مثلا او الزمالك يكون عندهم مباراه مهمه تاني يوم, فانت تبقى يعني بتقصر. ما هي دي عرق, انا هختلف معاك معلش. ما هي دي ليها علاقه برضو بالامانه. يعني انا فاكر انا يوم الخبر بتاع حمدي فتحي وقال لي ده لما قلته هنا في البرنامج كان على ما اتذكر الاهلي عنده ماتش الزمالك بعدها بيومين او 3 ايام, فايت ناس داخلين يقولوا لي حتى لو الخبر صح ما كانش ينفع تقوله دلوقتي. اه لا دي بص دي ده موضوع نسبي, ده موضوع نسبي آه. يعني ده موضوع نسبي, وانا خلي بالك برضو مش معنى ده ان انت غلط او انا صح او العكس, لا لا هو ده موضوع نسبي آه. ان احنا ممكن ايه انت ممكن تحسبها يعني بتحسبها حسبه ثانيه اللي هو ايه ممكن انت اساسا اقول لك على حاجه ممكن الناس تحسبها ان حتى لو حسبها بشكل خبري يعني ليه يقول لك الخبر لما يكون في ماتش مهم مش هيتشاف او مش هيبقى خبر مهم يعني صح. فممكن اخليها لبعد الماتش. فايه القصه كلها برضو ان انت بتنقل الموضوع بعيدا عن رايك. وفي نقطه كمان يا علي لو تسمح لي, انا حابب المناقشه دي يعني عشان هي بتطلع لا طبعا نقطه مهمه انه الاهلي والزمالك تحديدا يعني مش المفروض خبر هو اللي يهد الفرقه او يشغل تركيز الفرقه او يتعب الفرقه او يبوظ الفرقه. يعني دايما يقول لك انت الاهلي خسر عشان قلت الخبر الفلاني. الاهلي ايه اللي خسر عشان انا اقول خبر ولا علي اقول خبر ولا سيدي اقول خبر؟ كلام طبعا عيب يعني. ده دول الناس خلي بالك ده الناس دي معلش هم بيبقوا بيحبوا النادي فعلا من حب قوي جدا انت فاهمني, فانت بتبقى يعني حاسس بيهم برضو. هو الموضوع بالنسبه له هو مش كارهك او بينتقدك انت, هو حابب فريقه, هو شايف ان ايه حصل حاجه مثلا من وجهه نظره حاجه حصلت وفريقه اتغلب فبيربط هو بقى شايف ان اي حاجه اي ربط هو بالنسبه له ربط منطقي, اهم حاجه ان فريق اتغلب يعني فريق اتغلب فانا بنضايق فبالتالي لازم يكون في اي سبب ورا الموضوع ده صحيح. ومن حبه النادي برضو, ودي برضو نقطه تودينا بقى نقطه ثانيه خالص يلا. من حبه النادي ما يحبش ينتقد لعيبته, ما يحبش ينتقد الجهاز الفني يعني مثلا لعيبه مثلا تبقى عامله مشاكل كبيره جدا ولعيبه مثلا ما بتاديش بشكل كويس بس هو مش حابب ان اللعيبه دي يتم انتقادها صح. فدي برده نقطه مهمه جدا يعني انت المفروض تتحمل مسؤوليه لمين لصاحب الموضوع يعني النهارده مثلا انت مثلا قلت معلومه غلط مثلا على الهواء مين يتحمل مين انا انت معلش هتيجي تقول لي مثلا اعدادي تيجي تقول لي لا انت في الاساس انت برده راجل انت الواجهه لا انت انا اللي قدام الشاشه انا اللي بتكلم انت اللي بتتكلم صح. طبعا اعدادك ليه دور بس يعني انت عارف فكرت بايه يوم الازمه بتاعه الكهرباء دي يوم المشكله بتاعه الكهرباء الموقع الرسمي للنادي الاهلي منزلين الخبر بعض الجماهير كانت بتعلق على الخبر ده بتقول ان الخبر كذب لا لا وكان في ناس كتير جدا بتنتقد المنظومه الاعلاميه في الاهلي ان هي ليه تطلع خبر زي ده لا انا طبعا بقى مختلف مع الناس دي تماما بقى الناس اللي شايفه كده وبرده مع الاحترام ليهم ان هم ناس بتحب النادي ومش عايزه ان مثلا اخبار سلبيه تطلع بس انا النهارده في نقطه مهمه جدا لما اتنين لعيبه يتخانقوا ولعيب يتخانق مع مدير الكوره ويحصل تجاوزات في الاوضه في الطرقه في الملعب كله شايف قدام اللعيبه طبعا تمام قدام اللعيبه ينفع انا خلي بالك بقى سيبك من العقوبات وسيبك من مليون جنيه وسيبك من الايقاف والكلام ده ينفع انا اجي النهارده كمدير كوره اخبي او كمسؤول لا اتسال ما انت هتتسال طبعا اتسال ويجي يتقال لك حصل ايه فيجي المسؤول لم يحدث اي شيء النهارده في النادي طب انت هتبص للعيبه اللي معاك ازاي كداب. طب اللعيبه هتيجي تقول اللعيبه بعد كده معلش طب انا النهارده اتخانقت وضربت واتخانقت والنادي بتاعي وادارتي كذبت ودارت طب انا بكره هعمل كده وبعده هعمل كده وغيره هعمل كده يعني صح. انت فاهم نقصد برافو عليك يعني هي القصه كلها برضو في ايه على فكره ده كان انتقاد يعني ده كان قرار رائع من الاهلي برافو والله بجد قرار رائع من الاهلي لان انت النهارده خلاص الموضوع تعرف الموضوع تعرف انت حتى لو الموضوع ما تعرفش حاسس قدام اللعيبه ما كانش من اتنين يعني ممكن النهارده مثلا تحصل مشاده بين اللعيب وسيد حفيظ مثلا فحصل مشاده بينهم هما الاتنين بس ما حدش شافها ممكن كابتن سيد يفكر في دماغه يقول لك ايه مش عايز اهدي الدنيا وبتاع في ايه وانا هعاقبه خلاص وانا مثلا هعاقبه او ايه هخليه هيعتزل لي او بتاع وخلصنا الموضوع صح. خلاص بس ما حدش شاف صح بس لما يكون الموضوع قدام الفرقه كلها مظبوط واقول لك على حاجه في كذا مشكله الفتره الاخيره حصلت في يعني بين اتنين او ثلاثه وما تمش تحدثي ولا اعلاميه عشان الموضوع ما كبرش وبتاع وخلاص يعني الموضوع عادي زي ما بيحصل في كل تمرين بس انا النهارده موضوع بيحصل قدام الفرقه كلها وحاله هرج وحاله مرض وفي النادي كله قدام اللعيبه كلها عايز انا النهارده كمسؤول ما اطلعش اقول ان حصل كذا كذا وتم عقاب الغلطان بكذا كذا طب ازاي ازاي هتعامل مع اللعيبه والنجوم دي التعامل كمان في الانديه دي يا كريم مع الانديه الكبيره الاهلي والزمالك التعامل حساس جدا صح. انت بتتعامل مع 30 نجم
كل نجم فيهم شايف ان هو رقم واحد. كل نجم فيهم شايف ان هو اللي بيكسر الفرقه. كل نجم فيهم شايف ان هو المفروض يتعامل افضل تعامل. كل نجم فيهم شايف ان هو محتاج اله اعلاميه وراه لوحده. يعني لو جينا النهارده قلنا مثلا بنتكلم على محمد الشناوي ده، هو محتاج اله اعلاميه لوحده. حارس عامل ازاي وحارس عالمي ازاي. لو نيجي نتكلم على مثلا علي معلول، لو نيجي نتكلم على احمد فتحي، لما نيجي نتكلم على حمدي فتحي، لما نيجي نتكلم يعني لعيبه تقل، وليد سليمان لعيبه تقل كبيره برضو. الكلام ده في الزمالك فرجاني ساسي، جنش، ابو جبل، انت بتتكلم في اسماء كبيره، كل واحد فيهم محتاج اله اعلاميه وراه. فانت متخيل ان كل التعامل مع الناس دي بيتم التعامل مع مسؤول واحد هو اللي هو اللي بيدير المنظومة. فالموضوع صعب، انت محتاج تعامل زي ما بيقولوا من ذهب او من زر حساس جدا. صحيح. لان انت اي حاجه اي تعامل هتتعامل بشكل خاطئ الناس دي كلها مش هتبقى معاك او هتقلب عليك. هو ده الموضوع، ان انت النهارده كل حاجه يقول لك ايه ما نقولش، لا ما هو ساعات كتير تبقى الاولى مهمه عشان استقرار الفريق مش العكس. في جمله انا ما بحبش اقولها عامه يعني في شغلانتنا ديت عشان الواحد برضو يعني شايفها كويس يعني، بس بقى في لجان دلوقتي، لجان حرفيا على السوشيال طبعاً ميديا طبعاً. بقى في، لا بكلمك على احنا فاهمين لجان دي حتى في الامور السياسيه موجوده بشكل كبير، ولكن بقى في الكوره في لجان. طبعا في لجان طبعا. اصل انت اقول لك على حاجه، هو دلوقتي ايه كل واحد عايز يعني يتشهر بسرعه. سيبك بقى من قصه الهجوم يعني، برضو ما نقصرش اللجان. خلينا ما نقصرش اللجان عشان ما ايه ما نتفهمش يعني ان احنا بنتكلم على نفسنا. لا احنا بنتكلم على مثلا قصة لعيب. لا يعني اقصد ان انت عن نفسي يعني لو قصة مثلا لا انا اقصد انت قصدته ده بالظبط، انه مثلا في لعيب النهارده عايزين نوقعه هنوقعه طبعًا. حتى لو النادي نفسه طبعا، مش بتكلم على الاهلي ولا الزمالك حتى لو النادي نفسه مش عايز يوقعه. يعني الناس من بره هدفها كده. برافو عليك. لا وفي لعيبه لعيبه بتنافسه. هو ده انا كنت اقصده في اللجان. وفي ناس في ادارات الانديه يعني، انت مثلا قررت النهارده توقع سين من اداره النادي الفلاني، في لعيبه كريم تشتغل عليه، في لعيبه بتدفع فلوس شهريه للناس عشان الموضوع ده. لعيبه طبعا، لعيبه بتدفع فلوس شهريه لناس يعني للجامعة معينه وبتاع، بتدفع فلوس شهريه عشان تصيتهم هم تمام، وعشان خبط في ناس تانية. دي حاجه بقى انا لمسها بايدي، انا شفتها في اكتر من موقف يعني زي ما بكلمك كده ما فيهاش كلام. فهتيجي ليه مش هتبقى بالعكس بقى يعني؟ ليه بالعكس النهارده ان انا لما اكون مثلا عايز اهاجم حد وبتاع، لا طبعا اللجان دي امر موجود، والاكونتات الفيك والاكونت يهاجمك ويكون مفتوح باله، يكون معمول باله نص ساعه بس، بعد نص ساعه ما تلاقيش الاكونت ده وبتاع. انا برده مريت في الحاجات ديت وبتاع، لان انا بصراحه في الحاجات دي ما يعني لا لما حاجه تكون فيها تجاوز كبير. لا انا مره كنت في مشكله كبيره وحاولت الموضوع للنيابه، وبعد كده الناس جت اعتذرت للاسف يعني ان انا ايه تراجعت. بس انا بكلمك ان في القصص دي لا، في حاجات كتير مشاكل كبيره ما فيهاش هزار طبعا، ما فيهاش هزار. لا وموجوده موجوده يعني. انا بقول لك انت يعني انت ممكن تلاقي مثلا اكونتات بتهاجمك لو انت ركزت، ممكن تكون انت مش واخد بالك من الاكونتات. وانا برضو على فكره ساعات كتير ما باخدش بالي، بس الناس بتقول لي بقى الاكونت ده على فكره بقى له نص ساعه. يعني الاكونت ده انشئ من نص ساعه، الاكونت ده اتقفل بعد ما مثلا كتب الكومنت ده بنص ساعه. حقيقي دي كارثه. دي كارثه. مره حد جه قال لي القصه دي قبل كده، قال لي يا استاذ كريم تحب نعمل لك مثلا مش عارف 18000 كومنتس على بوست ايه وبتاع و20000 شير وترندات. الترندات دي حاجه عظيمه، ده بارقام. انا مره قلت لحد ايه لما قال لي انا ترند النهارده، فقلت له انا عايز اخلي نفسي، لا انا قلت له كده، قلت له انا عايز اخلي نفسي كريم رمزي يحب النوتيلا هخليها ترند. عادي جدا كريم رمزي يحب النوتيلا هخليها ترند. عادي كمان برضه في تويتر غريبه برضه، تلاقي مثلا ترند ومثلا 1000 او 500 بتاع، وتلاقي مثلا حاجه 20000 مش هي ترند. برضه حاجه برضه غريبه جدا. طيب ليه اسم فايلر طول الوقت مرتبط مع بيراميدز؟ ليه كل شويه فايلر ماشي من الاهلي ورايح بيراميدز؟ فايلر ماشي هو ببساطه جدا، ببساطه جدا زي ما كنا بنتكلم في الاول، لو اي حد عاده ممتد مع النادي، اي حد عاده ممتد مع النادي تمام، هي هي هيروح بيراميدز او هيروح اي نادي تاني؟ صعب الموضوع. لا مش صعب، مش هو مستحيل الا مش إلا مستحيل الا بموافقه الاهلي طبعا، ان انا النهارده اقدم عرض. طيب لو جينا بصينا لفرقه الاهلي، مين فيها اللي موقفه قريب؟ فايلر. فايلر غير ان هو اساسا فاضله سنه واحده، يعني فايلر مجدد سنه السنه الجديده تمام، وعنده بند في عقده بعد افريقيا يقدر يمشي تمام. لو بعد افريقيا ممكن يمشي؟ يقدر يمشي طبعا. فاز او خسر؟ فاز او خسر. انا فاهم لو خسر يمشي. لا في مده معينه يقدر يمشي، في خلال مده معينه بعد افريقيا يقدر يمشي بدون اي قرض، بدون اي شرط او قيد. في خلال مده معينه او بمجرد انتهاء المده دي يرجع تاني للعقد ويفعل زي ما كان. يعني الفتره دي قبل الموسم، بدايه الموسم، قبل الموسم الجديد. هو عشان ما تاخدش الاهلي في مشكله، لو انت عايز تمشي امشي. امشي بعد افريقيا والدوري. عايز تمشي امشي في خلال مده معينه هتبلغنا فيها. بعد المده دي العقد يرجع تاني. نقطه مهمه وخطيره. طبعا دي ما دي انا كاتبها قبل كده في دي يعني كده ممكن انا سمعها لاول مره. اوكي بس انا اقصد دي نقطه موجوده في عقده. فاذا ايه مين الوحيد اللي ممكن، هي القصه بقى مش فايلر على فكره. طبعا فايلر حد ناجح ومدرب كويس جدا طبعا، بس هي القصه ان هو الوحيد المتاح،
هو الوحيد اللي تقدر تخش له. باقي اللعيبه هتخش مثلا لمحمد الشناوي ازاي؟ مش هينفع تخش له. مظبوط. هتخش ازاي مثلا لحمدي فتحي؟ حمدي فتحي هتخش ازاي لاي لعيب عاد ممتد؟ صح. حتى اللعيبه اللي اساميها ترددت زي احمد الشيخ زي حمدي فتحي زي الي ديانج هتخش لهم ازاي؟ مستحيل. فالوحيد اللي هو عقده في حاجه ان هي تسمح له ان هو ممكن يمشي من الاهلي فايلر. عندي معلومه كده مش متاكد منها بنسبه 100% بس انت ممكن تاكدها لي. علي معلول طلب زياده في عقده السنوي؟ لا لا ما طلبش. لا ما حصلش. ما فيش. لا لا ما حصلش خالص. علي معلول طلب زياده. وعايز اقول لك على حاجه، وعلي معلول لسه مجدد يعني برضو الايام في الموضوع ده ان هو لسه مجدد اساسا ومجدد فتره وهو اساسا علي معلول اعلى راتب في الاهلي دلوقتي. علي معلول يعني راتبه في السنه الاولى بس $1,000,000 وبعد كده بيزيد كمان كل سنه. مين من الاجانب هيمشي من الاهلي؟ جيرالدو طبعا. ده يعني حاجز مكانه. امر محسوم. امر محسوم. لا لو امر محسوم لا عشان تظبط عدد الاجانب انت عندك 6 على قوتك المفروض يبقوا 5 بس السنه الجايه يعني. صحيح. هو نفرض الاهلي هيدخل الموسم الجديد بنفس اللعيبه الاجانب كده كده لازم يمشي لعيب. فاللعيب ده هو جيرالدو قولا واحدا يعني. تمام. ده مبدئي. ده مبدئي. عشان تجيب اللي هيمشي الثاني بقى مرتبط بمين اللي جاي. الاهلي طبعا زي ما احنا عارفين دخل في مفاوضات كتير مع لعيبه تانية وباظت. وليكا فشلت. سيرينو فشلت. فايلر مش مدربين اللي هم ايه يقعد يجروا على اي حد وبتاع. لا بيبقى برده يعني متزن شويه في موضوع الصفقات. والاهلي برده الامانه الفتره الاخيره متزنين جدا في قصه الصفقات. لو نفتكر كده لو نرجع يعني سنتين كده او سنه قبل كده كان دايما الصفقات ايه تروح تجيب مثلا في الانتقالات 8 لعيبه 9 لعيبه واللي يخش معاك التشكيله واحد ده لو دخل. دلوقتي لا اللي بيجي بيلعب يعني اللي بيجي دلوقتي بيلعب. انت جبت حمدي فتحي بيلعب اساسي. الي ديانج بيلعب اساسي. اللعيبه انت جبتها مؤخرا يعني. بادجي اتاخر شويه بادجي بيلعب اساسي. تمام. محمود متولي بيلعب اساسي. صح. مين تاني من الصفقات تقريبا اللي جت في الفتره الاخيره يعني ده نجاح باهر ان انت النهارده تجيب مثلا 15 لعيب في سنتين 15 لعيب منهم مثلا 7-8 اساسيين. لا ده نجاح باهر. انت قلت نقطه مهمه جدا. نجاح باهر فعلا. كان الاهلي يعني انا فاكر فتره وقت اظن من 3 او 4 سنين الاهلي جاب اكتر من ده. طب تجيب لعيبه زي 5 سنين بكيلو. كان وقت حتى الكابتن علاء عبد السعود انا فاكر كان مدير. وبعد كده فترات طويله طبعا. لا بس انا اقصد انه في فتره في الاهلي انا فاكر الواد ده جاب 12 او 13 لعيب اللي لعب منهم محمد فاروق تقريبا لو تفتكر. في فتره كده. وفاروق ما لعبش كمان. ده لعب ماتشين ثلاثه. لا انا بكلمك انا معلش ده بقى ده شغل المحترفين. صح. ده شغل المحترفين. محترف النهارده انا عندي فرقه قويه جدا. الاهلي عنده فرقه قويه. عنده لعيب قوي جدا. ادعم بالراحه. ادعم مش بالراحه يعني من وجهه نظري ادعم باللعيبه اللي تخش. صح. اساسيين يعني. انا النهارده عندي 30 لعيب فانا النهارده هجيب فرود عندي مثلا 3 4 فرود. صح. رايح اجيب فرود لازم الفرود يبقى افضل من اللي عندي عشان يبتدي يخش. صح. مع الناس دي. صح. لما اروح اجيب مدافع افضل من اللي عندي. صح. تمام. لو مدافع اقل مش لازم. لا مش لازم بدل. انا عندي عدد كويس يعني عندي ما عنديش مشكله عدد في المركز يعني عندي مثلا لو مركز المساك عندي خلاص 5 لعيبه مثلا مساكين خلاص فانا ما عنديش مشكله عدد. تمام. مشكله كواليتي حلتها ان انا جبت لعيب ايه كبير مثلا بيلعب. صح. تمام. يعني النهارده مثلا الاهلي يقول لك انا بفكر اجيب احمد حجازي. تفكير هايل بالنسبه للاهلي ده فعلا. لأن لا انا طبعا هو الاهلي كان بيفكر فعلا يجيب احمد حجازي. احمد حجازي رفض يرجع. دلوقتي هو الاهلي فاوضه فعلا واحمد حجازي رفض. بس انا بتكلم لما انا الاهلي النهارده بفكر في احمد حجازي تفكير هايل. ليه؟ انا بجيب لعيب كواليتي مختلف على عندي يعني زي اللي عندي او اعلى بكتير. تمام. فالنهارده احمد حجازي تفكير هايل. بس انا ممكن النهارده اروح اجيب لعيب مثلا شاب صغير مثلا في نادي تاني. طب هيضيف لك ايه في وسط اللي عندك؟ نفس الكلام بالنسبه للفراود. نفس الكلام لخط الوسط. انا النهارده دلوقتي عندي لعيبه بتباهى بيها. حمدي فتحي، الي ديانج، عمرو السولية. هروح اجيب لعيب خط وسط. لازم اجيب لعيب كل لعيب كبير، كل لعيب دولي، كل لعيب يجي يخش يا اما يلعب يا اما ينافس الناس الموجوده. ده اللي بيحصل للامانه في التعاقدات في الاهلي دلوقتي. ده اللي بيتم. فانا النهارده لما باجي اجيب صفقات في الاهلي الموضوع بقى فيه تريس كبير. يوسف بلايلي قريب؟ مش قريب. لا طبعا مش قريب. بس يوسف البلايلي انا باكد لك بقى لان انا الكلام ده معاه. هو عنده رقم كبير انه يلعب في الاهلي طبعا. هاي. عنده رغبه. وده الكلام ده من فتره كمان مش من دلوقتي. هاي. يوسف البلايلي عنده رغبه يلعب في الاهلي. النادي بقى النادي السعودي هل الاهلي السعودي هل هيوافق على بيعه الاهلي ولا لا؟ ده امر طبيعي ومنطقي لان ده النادي اللي هو يملك عقده. زي ما احنا بنقول دلوقتي لعيبه الاهلي من حقها الاهلي هو اللي يملك عقدهم. نفس الكلام بالنسبه للاهلي السعودي. انت اديتني معلومه ان هو عايز يلعب في الاهلي. طبعا. هديك معلومه ثانيه. المشكله مش في اهلي جد. المشكله في يوسف نفسه. يوسف عايز اكتر من 2 مليون يورو في السنه. عادي. فعقد ده. لا عادي. عادي. انا عارف ان الاهلي عايز يوصل لمليون ونص بس حتى لو برضه مش دي النقطه الخلافيه. مش دي الحاجه اللي هتخلي يوسف البلايلي ما يجيش الاهلي والله يعني. بس طبعا لو جه هيبقى صفقه ناجحه وكبيره. لا يعني الاهلي السعودي. الاهلي السعودي اعتقد ان هو مش هيبقى الاهلي مش هتبقى بالنسبه له اولويه. كده فهمت. بس فدي اعتقد يعني الاهلي السعودي مش هتبقى اولويه خالص بالنسبه له الاهلي. مفهوم. صالح جمعه الاخر ايه؟
او الاول ايه والاخر ايه او هو فين دلوقتي. طيب عشان برضو يعني ما بحبش اتكلم عن حد ما يكون عنده مشكله يعني برضو خلينا برضو نتكلم. طبعا مشكله طبعا ممكن تبقى مشكله هو اللي عاملها انا معاك, بس يعني خلينا برضو نتكلم في اللي قبل المشكله. قبل المشكله ان صالح كان ماشي كويس جدا, صالح بيتدرب كويس جدا, صالح نزل مثلا حوالي 5 كيلو, هو كان المفروض فاضل 10 كيلو نزل منهم 5 كيلو, فالدنيا كانت معاه كويسه جدا والتدريب بشكل منتظم والدنيا كويسه جدا جدا, بدليل ان هو دخل بعد سنه كامله قائمه ماتش المصري. ماشي ما ظهرش بالشكل المطلوب بس تواجد تمام, حتى لما خرج خرج بكلام مع المدير الفني ان انت هيتم تجهيزك عشان ما ترجعش تاني ويبقى مستواك مثلا مش كويس في الملعب, وده الموضوع. الدنيا ماشيه كويس جدا. هل هو متضايق ان هو ما بيلعبش؟ متضايق من بعد ماتش المصري بالتحديد. انت عارف انت دايما ايه لما كل حاجه مش معاك خالص مش معاك, هي مش معاك بتبقى زعلان بس مش قوي, بس عارف لما اول ما تاخدها وتاخد منك تاني تزعل. هو حس ان هو خلاص دخل والناس ابتدت وابتدى يكتب بقى يا جماعه انتظروني وبتاع, والناس ابتدت تكلمه ان انت هتلعب وان انت اللي هتكسبني. مره واحده خرج وبره السكور, حس بخبطه يعني تمام, يعني هو اتخبط فيها دي, بس هو برده الامانه كان ماشي كويس جدا كده. انا برده عشان برده دي تحقيقات شغاله ما نقدرش نقول ايه اللي تم, هو الكلام ان هو كان حادثه عاديه, واحد كان ماشي بالعربيه خبط عربيه زي ما بيحصل معانا كلنا على فكره, ده بيحصل مع اي حد تمام. حتى بعد كده لما اتاخر في النيابه دلوقتي عشان القضيه قبل كده لما خبط حد برده, كل دي امور وارده. خلينا برضو نمشي ورا التحقيقات وخلينا ماشيين وراها, بس هل صالح جمعه هيبقى عايز وهل هيقدر ان هو يرجع تاني بالقوه اللي هو محتاج اللي هو الاهلي عايزها عشان يقدر يلعب بشكل اساسي؟ محدش يوصل فيها غيره هو بقى. طبعا هو في فرص كتير ضيعها, محدش ينكر ضيع فرص كتير جدا جدا. انا شايف ان صالح جمعه كان المفروض دلوقتي صانع العاب الاهلي الاساسي, صانع العاب منتخب مصر الاساسي, صح دي ما فيهاش كلام. صح هو لعيب كبير جدا ولعيب مهم جدا, ممكن لعيبه يكون اقل منه كتير في الموهبه تمام, اقل منه كتير جدا في الموهبه, ومع ذلك بسبب التزامهم وبسبب ان هم مهتمين واخدين اماكن مهمه جدا, بيلعبوا اساسيين في الاهلي والزمالك, بيلعبوا اساسيين في المنتخب. يعني لنا في عبد الله السعيد ده عبره, يعني عبد الله السعيد ده لعيب شوف سنه قد ايه, شوف بيلعب اساسي بشكل ازاي, هداف الدوري المصري, هداف الدوري الاسم الاهم في الكره المصريه لحد النهارده. لو جيت قلت كابتن حسام بدري مين هيلعب اساسي في اول مباراه رسميه ليه صانع العاب, هيقول لك عبد الله السعيد. دي طبعا انا شايف ان المفروض عبد الله صالح جمعه يغير, محمد مجدي قفشه يغير, ناصر ماهر يغير, محمد ابراهيم يغير, يوسف اوباما يغير, كل اللعيبه دي لازم تغير يا جماعه. لعيب بالسن دوت وهو بيلعب عليكم اساسي كلكم, ده غيره طبيعيه ومنطقيه. انت لو انت النهارده مثلا مش شايف ان مثلا في مذيعين مثلا كويسين وانت عايز برضو تبقى زيهم, او انا صحفيين مثلا في الطار عايز ابقى زيهم, عندي مشكله. عندي مشكله في الطموح. فانا النهارده لازم اللعيبه دي تبقى باصه ان انت لازم تبقى في مكانه ثانيه. طبعا صالح بالتحديد بقى, لان احنا مقتنعين ان هو عنده موهبه ممكن تكون مش موجوده في اي لعيب ثاني. عراقي انا دايما بتشرف بوجودك معايا حبيبي, بسعد جدا الوقت جدا فعلا. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا حبيبي يا كريم, شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد عراقي الصحفي والناقد الرياضي بي اليوم السابع كان ضيفنا في هذه الفقره. بعد الفاصل الكابتن الكبير كابتن احمد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي الاسبق والمدرب العام السابق لنادي سموحه. بعد الفاصل خليكم.